دكتور مجيد، قل لي أرجوك، متى من حيث التكييف القانوني، متى يصبح التعبير عن الرفض وإبداء الانزعاج من سياسات الحكومة أو من تصرف قام به شرطي إلى آخره، متى يصبح جريمة؟ متى يكون أمرا مشروعا؟ ومتى يصبح سلسلة من الجرائم؟ يعني الشرطي موكول له بالقانون أن يحمي الأشخاص والحريات والممتلكات والنظام العام، ولما يسلم هذه المسؤولية وله هذه الشروط، ولما يكون أمام حالة ويريد استعمال القوة، يجب دائما أن يفكر في هذه الشروط التي تضبط تصرفه، وإن خرج عن تلك الشروط فهو خرج عن القانون ويعاقب. وبالتالي هذا ما حدث، هذا الشرطي تجاوز بتفكيره وبسلوكياته واجباته وتجاوز حدوده، وبالتالي أطلق النار بشكل غير معقول وغير مقبول وغير مدروس، ويتحمل مسؤوليته. والنيابة العامة قامت بتوجيه تهمة القتل العمد، وهي تهمة خطيرة. وبالتالي فإن الدولة الفرنسية والقضاء الفرنسي والنيابة العامة قامت بدورها، وبالتالي لا يمكن أن نقول أن فرنسا دولة عنصرية، ولا يمكن أن نقول أن الشرطة الفرنسية هي شرطة عنصرية. السبب هو هنا، لأنه إذا دخلنا في كل هذه المواجهات الكلامية سنؤجج الأمور، وكما قال طليران نابليون، قال إذا كان الوصف مبالغ فيه فإنه يفقد قيمته. وكان يتكلم مع إمبراطور فرنسا، وبالتالي ورأينا نهاية الإمبراطور نابليون، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظة التي كانت في محلها. وبالتالي الشرطة الفرنسية كمؤسسة ليست عنصرية، فيها شرطة، فيها أعوان عنصريين، فيها أعوان لا يحترموا القانون، فيها أعوان يفتكرون أنهم مثل كاوبويز، أنه يمكن أن يطلق النار كما يشاء، والقانون هو بالمرصاد، وهذا ما صار. وبالتالي المظاهرات لما كانت استنكرت هذه الأعمال، وكل الناس استنكرت هذه الأعمال باستثناء أقصى اليمين، ويجب أن نقول أن هذا الوضع هو وضع سليم. لكن بعد ذلك طلعت مظاهرة شغب، وهذا يحدث في كل المظاهرات بشكل عام. أولا نرى أن في لما تكسب فرنسا كأس العالم في كرة القدم، بعد المظاهرات والفرح وكذا، يخرج الذين يريدون الشغب ويكسرون الشانزليزيه وكل المناطق. في ليلة رأس السنة في الاحتفالات نجد سيارات تحترق، ونجد أماكن تحترق. في المظاهرات للسترات الصفراء بعد ذلك صار حرق وصار نهب. في بعد مظاهرات التقاعد صار كذلك، وفي هذه الحالة صار كذلك. أي المسألة لا يجب، وخاصة لا يجب على العرب أن يرون أنفسهم دائما هم الضحية، هم أحد الذين وقع الاعتداء عليهم، ولكن الاعتداءات موجودة في مجالات مختلفة. والشباب الذي هو من أصل مهاجر لم يكن في مظاهرات بشكل كثيف، في مظاهرات التقاعد، لم يكن في السترات الصفراء، لأن الأمور لم تكن تعنيهم بشكل مباشر، لأن هناك بطالة كبيرة وغير ذلك. ولكن صحيح أن الدولة الفرنسية مقصرة أمام هؤلاء الشباب. كيف هذا التقصير؟ التقصير لأسباب. أولا الحكومات لها عمر قصير، موضوع الضواحي يجب حله على مدى طويل، ومنذ سنوات أخفقت كل هذه الحكومات لأنها
تعين وزير يبقى سنة أو سنتين ثم يتغير وتأتي وزارة أخرى وتبقى العملية كأنها عملية عادية، والحال أن العملية أن مسألة الضواحي هي مسألة هيكلية للدولة الفرنسية وللمجتمع الفرنسي، ويجب العمل على أن يكون هناك مشروع مثل مشروع مارشال لهذه المناطق، وهذه المناطق ليست مأهولة بالمهاجرين فقط، هي مأهولة كذلك بأشخاص من أصول فرنسية من قديم الزمان ولكن فقيرة. الموضوع هو موضوع اجتماعي بالدرجة الأولى، يأتي معاه موضوع عنصري، هذا صحيح، ولكن العنصرية في المجتمع الفرنسي هي قليلة وليست، ولا يمكن أن نقول إذا أردنا أن نجد حلول وأردنا أن يكون يعني تحليلنا واضح ومطابق للحقيقة، يجب أن نكون مع الواقع مع الأفعال، ولا نفكر بمجرد قذف الأشياء، لأن هذه الضواحي تريد الآن حلولا، وهذه الحلول هي التي يجب أن تكون في كنف المعقولية ولا يمكن أن نقبل بأن العنف سيقدم حلول.